تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح، الملفات الخاصة بالمساعدات الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية التي من المفترض أن تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه السيارات سيارات إسعاف متوقفة هنا منذ أسابيع، ومنها من يصل إلى أشهر لا تستطيع أن تدخل إلى الناحية الأخرى. تحركت أكثر من مرة إلى بوابة معبر رفح المصرية في محاولة للدخول إلى الناحية الأخرى، تدخل عبر بوابة معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، ولكن تعنت قوات الاحتلال كعادتها تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مساعدات غذائية، من مستلزمات طبية، ومن أهم هذه المستلزمات بالطبع سيارات الإسعاف، نظرا لاستهداف قوات الاحتلال يعني محيط المستشفيات، واستهداف سيارات الإسعاف، واستهداف الطواقم الطبية، واستهداف أيضا منظمات الأمم المتحدة وأفراد الأمم المتحدة. أيضا فقد عدد كبير جدا من منظومة الصحة في قطاع غزة فقدت سيارات الإسعاف، لذلك يعني تأتي هذه السيارات كنوع من أنواع النجدة للأشقاء الفلسطينيين، ولكن حتى هذه اللحظة تمنع قوات الاحتلال دخول هذه السيارات، بجانب بالطبع منع دخول الشاحنات. ولكن من الناحية المصرية فما زالت مصر مستعدة لتلبية جميع الاحتياجات، منها تجهيز الشاحنات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، أيضا تجهيز سيارات الإسعاف المصرية وغير المصرية لتدخل إلى الناحية الأخرى لاستقبال المصابين الأشقاء الفلسطينيين. أيضا قوات الاحتلال تمنع خروج الأشقاء الفلسطينيين المصابين من معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، ولكن معبر رفح الفلسطيني بشكل عام خرج تماما عن الخدمة بعد أن احتلته قوات الاحتلال في مايو الماضي، وأيضا أحرقته خلال الأيام الماضية فخرج تماما عن الخدمة. يبقى الآن معبر كرم أبو سالم فقط، ولكن أيضا قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات من هذا المعبر، بالإضافة لذلك أيضا يعني تدخل بعض شاحنات الوقود وترفض بعضها، فدخل بالفعل اليوم 4 شاحنات للغاز أفرغت حمولتها في الناحية الأخرى. أما على الأيام الماضية يعني لم يدخل إلا ما يقرب من 30 إلى 35 شاحنة غذائية إغاثية، ولكن تم رفض أكثر من 9 شاحنات تقريبا عادوا أدراجهم، وهو أيضا جزء من عرقلة قوات الاحتلال وتعنتها في إدخال المساعدات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة من العريش ورفح. وقت العودة.